سير أبناء مديرية العرش قافلة غذائية من مشايخ ووجهاء وأعيان وأبناء المديرية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة. يستمر الجود والعطاء من قبل أبناء الشعب اليمني رغم الحرب الظالمة والحصار برا وجوا وبحرا، حيث سير أبناء مديرية العرش بمحافظة البيضاء قافلة غذائية مقدمة من مشايخ ووجهاء وأعيان وأبناء المديرية، وذلك دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والكرامة. نقدم قافلة غذائية دعما لتضحياتكم وبطولاتكم العظيمة، وليست هذه القافلة الأولى ولن تكون الأخيرة، ونقول لتحالف الإخوان ومرتزقتهم لا تراهنوا على ترجيع الشعب اليمني، فوالله أننا لن نركع ولن نخضع، بل نرضى بغير العزة والكرامة ونيل السيادة بديلا. القافلة احتوت على مبالغ مالية وكميات متنوعة من المواد الغذائية والتموينية وعددا من الأغنام والمواشي، والتي أكدوا من خلالها الاستعداد الكامل بالاستمرار في الدعم ورفض جبهات القتال بالأموال والسلاح والرجال. نبارك والله للشعب اليمني والقيادة السياسية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير والوطن في خير. هذه القافلة مقدمة من أبناء مديرية العرش دعما لرجال الرجال في الجبهات وفي الثقور، نحن من ورائهم بالمال وبالنفس وبالرجال. أبناء العرش بدورهم أكدوا أنهم السباقين وفي مقدمة الصفوف لرفض الجبهات بالمال والرجال وكل غال ونفيس، وذلك حتى يحققوا الله النصر لليمن واليمنيين، وأن هذه القافلة هي أقل ما يمكن تقديمه للمرابطين من حماة الوطن في الميادين الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادة أراضيه. القافلة الكرم وقافلة العطاء لرجال الرجال المرابطين في الجبهات الذين يستاهلون الروح والدم والنفس نبذلها لهم رخيصة، ونقول لكم هذه قافلة من العطاء وقافلة من الرجال، ستلحق إن شاء الله مع القافلة مرابطين جنبكم، مرابطين جنبكم حتى يبعث الله ويكتب له الله النص. مساندة المرابطين في كل الجبهات المدافعين عن وطننا الغالي الذي يتعرض لهجمة عدوانية شرسة دمرت كل مقومات الحياة وساهمت في تفاقم معاناة الشعب اليمني الأبي واجب وطني، وهذا ما أكدته قبائل العرش بأنها ستبقى على العهد في التصدي للعدوان ومرتزقته. لقناة اليمن اليوم، علي عشيش، محافظة البيضاء. قام رئيس عملية